مصر وعلى مدار 10 سنين فاتت قدرت أنها توفر منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، وده من خلال إطلاق العديد من برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية زي مثلاً برنامج تكافل وكرامة وتحسين دخل أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى توفير قروض لمشروعات المرأة المعيلة. استطاعت الدولة المصرية على مدار ال10 سنوات الماضية توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية ومتعددة في أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية، سعياً لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير شبكة أمان اجتماعي تتناسب مع التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص. واستطاعت الدولة المصرية أيضاً توفير بنية تشريعية من شأنها تيسير العمل المجتمعي وتوسيع نطاق تأثيره، فضلاً عن توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة لتصبح بمثابة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة ونموذجاً لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك بما يضمن توحيد الجهود والتوجيه الأمثل للموارد وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق النائية. كما نجحت الدولة المصرية في إطلاق العديد من البرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية، منها تنفيذ برنامج تكافل وكرامة لصرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية من كبار السن ومن ذوي الإعاقة، ليستفيد منه حالياً ما يقرب من 5.2 مليون أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن، وبلغت مخصصات الدعم النقدي للسنة المالية 2022-2023 31 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه في 2015. ولكي تتحقق مظلة الحماية الاجتماعية أيضاً، تم إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوجيه هذه المشروعات للمرأة المعيلة في إطار الحرص على توفير مصدر رزق لهؤلاء الأسر للإنفاق على أبنائهم، وتم تقديم قروض ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة تتجاوز 3.2 مليار جنيه لتنفيذ 420,000 مشروع، 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية. واستكمالاً لمظلة الحماية الاجتماعية، فقد أشرقت شمس مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية. وقامت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من التدخلات من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر في القرى الأكثر فقراً، وسبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على تحسين دخل أصحاب المعاشات التي شهدت طفرة كبيرة عقب ثورة 30 من يونيو. وبدأت الحكومة بالفعل ممثلة في وزارة التضامن بفتح العديد من الملفات من أجل النهوض بمعيشة الأسر الأولى بالرعاية والتفكير خارج الصندوق لتمكينهم اقتصادياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية. وحيث حظى ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية اهتماماً كبيراً من جانب الرئيس، هذه الجهود الخاصة بملف الحماية الاجتماعية حظيت بإشادات كبيرة من المؤسسات الدولية، فقد أكد البنك الدولي أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، وأن برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية واحد من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري. كذلك أشادت الأمم المتحدة بتحسين جودة حياة المواطنين، وأن القيادة السياسية أطلقت مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة.